التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء في عدد من دول القارة الإفريقية قبل استضافة مدينة هيروشيما لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل تحت الرئاسة اليابانية، وفي أول زيارة يقوم بها دولته إلى مصر منذ توليه المسؤولية في بلاده. استعكس تلك الزيارة الكريمة الاهتمام المتبادل بين مصر واليابان بالبناء على علاقات الصداقة التاريخية بينهما على المستويين الرسمي والشعبي. وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مسار التنمية وانخراطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر، والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة، والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعا، علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة. السادات والسادة، لقد استعرضت مع السيد كيشيدا الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والوكالية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، وكذا الحوافز والضمانات التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين، وتناولت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات، ودعوت الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. كما تبادلت مع السيد رئيس الوزراء وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة، حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية، فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء وتوقعات بتراجع معدل النمو، حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية وفي المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي، وفي ظل رئاستها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها، وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطأة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاتق العديد من الدول النامية. تبحثت كذلك مع ضيفي الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان، وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا خالصا، بما يسهل من نزع فتيل الأزمة ويحول دون تفاقمها. السادات والسادة، يسعدني في الختام أن أؤكد مجددا للسيد فوميو كوشيدا حرص مصر على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين كنتيجة طبيعية لتميز العلاقات بينهما، وثقتي في توافر ذلك الحرص وبذات الدرجة لدى دولة اليابان الصديقة، وليس أدل على ذلك من تواجده بيننا وتشريفه لنا اليوم، إذ أجدد الترحيب بضيف مصر العزيز والوفد المرافق لسيادته، متمنيا لهم إقامة سعيدة في أرض الكنانة. شكراً.